الكفارة وحكم المباراة ضد جيرارد بيكي. كرة بعيدة من روي بيكي وسيرجي روبرتو لم يقدر على الكرة. خطيرة كبيرة لبرشلونة اليوم. الدقيقة الثامنة يفعلها ريال سوسيداد. جيرارد بيكي داخل الشباك هو والكرة. ريال سوسيداد يفتح مجال التسجيل. ويليام سوجي جوزي يسجل 7 أهداف هذا الموسم. جول على برشلونة في الدقيقة 7. يا سلام، خطفات على مستوى الدفاع. توغل من الذي توغل في هذا الخطأ؟ خطأ بدائي في دفاع فريق برشلونة. في غفلة منهم ترك المهاجم يتوغل وكرة بالرأس. فيلا توغل ورأس جوزي يفتح مجال التسجيل لريال سوسيداد. يا ماتشيرانو، قلنا عليك بأنك لا تخطئ مثل بيكي. ها أنت تخطئ رغم العودة القوية لتير شتيغن. فعلها بالرأس وبيكي لم يقدر على صد هذه الكرة. يا بيكي، برشلونة خاسر في سان سيباستيان في أنويتا بهدف مقابل صفقة. ماذا تفعل يا غدير؟ يلعب مع جوردي ألبا، راحت من هناك لأندري غوميش، يوصل على بوسكيتس. بوسكيتس مع نيمار، راح نيمار انطلق على الجري. أوب 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 نيمار، نيمار دخل وتوزيع. أوب 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 جول. جول لليو. قلت لكم بأنه إذا حدث أمرا في البارسا سيفعلها واحد من هؤلاء. نيمار يتوغل يمرر لليو. يعيد الروح لبرشلونة ويسجل هدف التعديل. ريو في مباراة الثامنة أمام ريال سوسيداد، هذا هدف الثالث ضد فريق ريال سوسيداد. يا سلام على نيمار، يا سلام. استلم توغل راوغ ووزع. ميسي استلم وسدد بيسرى. جول روعة، رائع رائع ليو. الرائع هو نيمار.